الزلزال الآن. ثلاث مباريات الأساطير انتهت، هذه هي المباراة الرابعة. ما زلنا مع نزال آخر والنزال الخامس للأساطير. قرار سليم من اللجنة يا محمد أن جعلوا النزال خمس دقائق أو ست دقائق فقط بدون العشرة والخمس دقائق الاحتياط. نعم أفضلية نقطتان. نعم ستكتسب الآن نقطتان لسوكا. نزال أمريكي أمريكي يا محمد. نعم هو يعني سوكا أو فريتس برازيلي، ولكن مثل ما يقولون عنده دول سيتيزنشيب، عنده أيضا جنسية أمريكية. كلا اللاعبين؟ لا يوشيدا أمريكي من هاواي، من جزيرة هاواي، بس الاسم لها وقع ياباني خلينا نقول، يعني تعرف مهاجرين أكثر إلى هاواي كانوا من الجالية اليابانية. حتى يعني ويها تقول آسيوي أكثر منه. صحيح الهاوايينز في مزيج تحس صحيح بين السكان الأصليين وأيضا المهاجرين. نقطتان لفريتس. أليشاندري سوكا تغلب على هوبسون مورا العام الماضي في مباراته الأولى طبعا في هذه البطولة، واستطاع أن ينال لقب هذه الفئة والآن يدافع عن هذا اللقب. كانت أعتقد من أفضل أو في نظري الشخصي من أفضل مباريات الموسم الماضي أو السنة الماضية. أيضا نسينا نذكر اللاعب جاسم سعيد حاز على الحذاء ذهبية وزن تحت 69 كيلوغرام الحزام الأزرق في الأساتذة. جاسم سعيد مبارك. نعم جاسم سعيد مبارك من فريق نادي الجزيرة. هم ثلاث لاعبين في فئة الأساتذة مستوى الحزام الأزرق، جاسم سعيد مبارك، محمد الشامسي من نادي الإمارات. نعم واللي ترفع للبنفسجي. وسالم الحوسني من نادي النصر. سالم الحوسني من نادي النصر. نعم يعني نصراوي جزراوي إماراتي ما شاء الله. الأندية ممثلة في وأيضا أحمد الكتبي بذهبية نادي النصر يمثل نادي النصر، ويوم أمس إبراهيم الحوسني نادي عجمان الذهب. نعم. ومحمد القبيسي مركز تدريب اتحاد الإمارات للجوجيتسو، واليوم يحيى الحمادي. صراحة الشباب أنا أقول لك الأساتذة على الموعد دائما، يعني دائما ما شاء الله ما شاء الله على قدر التحدي، وحتى ما قصروا يعني حتى بشكل عام لو نشوف فئة الأساتذة بشكل عام حتى على مستوى منتخب أو فريق القوات المسلحة أغلبيتهم أساتذة، ولما راحوا بلغاريا ما شاء الله يابوا المركز الأول. يعني يمكن إحنا عنا الجيل الجديد والجيل خلنا نقول اللي فوق 30 سنة هذيلا مضمونين، بس لازم نركز أكثر على الشباب اللي في النص اللي فوق 18 وتحت 30. طبعا ما في هذا اليوم الختامي يا محمد ما يبغى ننسى جميع الأيام اللي مر يعني شفناها وعيشناها. أهم الأيام عفوا بقاطعك ياسر، بس انذار هنا أو إشارة بالانذار. نعم ليوشيدا. نعم على يوشيدا يلغي الحكم إشارة الانذار. لا ننسى أن شبابنا الناشئين كانوا على قدر التحدي أيضا وأدوا أداء رائع أكثر من رائع أمام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي يوم أد خليفة الكعبي. محاولة تخطي محاولة للخنق ولكن قلبها فريتس. نعم سوكا واستطاع الآن أن يعود من جديد إلى وضعية القتال العلوي. باقي دقيقتين على نهاية هذا النزال. وأجمل ما يميز من ديال جوجيتسو يا محمد كان البارا جوجيتسو. بالفعل هذه كانت يعني من أهم يعني الأشياء اللي تم تنظيمها في هذه البطولة، وهي بطولة البارا جوجيتسو، وأتوقع نجاحها. نعم هذا تخطى الجارد جميلة جدا من فريتس لكن يحصل على يكتفي بالأفضلية. سبق وأن تواجهوا مرتين وتغلب بارت يوشيدا عليه مرتين، بس كانت على مستوى الهدي سي سي، قوانين مختلفة، لعبة ورياضة مختلفة. هذه هي المرة الأولى التي يتواجهون فيها على مستوى البدلة، وسيبحث أليشاندري سوكا فريتس على رد الاعتبار أمام اللاعب يوشيدا، وهو حتى الآن يتفوق بفارق نقطتين وقريب وأفضلية وقريب من
تحقيق هذا الهدف. ثانية محاولة من سوكا لعبور احتجاز يوشيدا. هنا محاولة لا محاولة أيضا لي كانت للسويب يوشيدا لكن الصعب. قلب سوكا لاعب يمتلك توازن وثبات في المستوى القتال العلوي. الخبرة بتلعب دور الحين في آخر 16 ثانية. هنا شو محاولة تخطي الاحتجاز. يعني حتى الثواني الأخيرة حتى مباراة العام الماضي بنفس الطريقة انتهت في ثوانيها الأخيرة. وهم ما شاء الله يعني دائما يبحثون عن مبادرة هجومية حتى آخر الثواني. وبالفعل إذا نزال يعني أبطال العام الماضي دافعوا عن ألقابهم في هذه النسخة التاسعة من بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. شفنا مارسيو بيدبانو كروز دافع عن لقبه. شاهدنا فيتور شاولين هيبيرو دافع عن لقبه. والآن نشاهد أليشاندري سوكا فريتس يدافع عن لقبه. لكن كان أصعب واحد كروز. كان نعم نزاله بصعوبة. كان صعب وظريف أيضا وطريف كان. يعني كان يعلم الحكم يعني